آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا أيها الإخوة المسلمون، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك، يسرنا أن نبارك وأن نهنئ إخواننا المسلمين بحلول هذا الموسم العظيم. فاللهم لك الحمد على بلوغ الشهر الكريم، ونسأله تبارك وتعالى كما بلغنا إياه أن يعيننا فيه وإياكم على الصيام والقيام، وأن يكتبنا من المقبولين المرحومين المغفور لهم العتقاء من النار بمن الله وكرمه، وأن يجعلنا ممن يصومه ويقومه إيمانًا واحتسابًا. كما نسأله تبارك وتعالى أن يجعله شهر خيرٍ وعزٍ ونصرٍ وتمكين للإسلام والمسلمين، وأن يعيده علينا وعلى ولاة أمرنا وعلى هذه البلاد المباركة وعلى الأمة الإسلامية جميعًا بالخير واليمن والبركات. أيها الإخوة المسلمون، إن إدراك شهر رمضان المبارك نعمةٌ عظيمة، ينبغي أن نبتهج وأن نفرح وأن نغتبط. قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خيرٌ مما يجمعون. كيف لا يفرح المؤمن بموسمٍ تُفتَّح فيه أبواب الجنان، وتُغلَّق فيه أبواب النيران، وتُصفَّد فيه الشياطين، فيه ليلةٌ خيرٌ من ألف شهر، من حُرِم خيرها فقد حُرِم. فالله الله، البدار البدار في التنافس والتسابق في الخيرات، بادِروا بالأعمال، سابِقوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّة، وسارِعوا إلى مغفرةٍ من ربِّكم وجنَّة، فاستبِقوا الخيرات. هذه مواسم عظيمة لا يُحرمُها إلا محروم. فاللهم إنا نسألُك أن تُوفِّقنا لحُسن الصيام والقيام. ثم إن الله قد مَنَّ علينا بحُلول هذا الشهر الكريم بالأمن والأمان والسلامة والخير والاستقرار، ولله الحمد والمنَّة، وهذه نعمٌ ينبغي أن نحمد الله تبارك وتعالى وأن نشكره عليها. يُتوَّج هذا الزمان وشرفُه بشرف المكان في بيت الله الحرام، أول بيتٍ وُضع للناس مُباركًا وهُدًى للعالمين. هذا الحرم الآمن ينبغي علينا أن نُعظِّمه، فإن تعظيمه من تعظيم شعائر الله، ذلك ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. وأن نرعى الأدب في رحاب هذا البيت العتيق في توحيد الله واتباع السنة والحرص على العبادة وأداء الشعائر والمناسك على وفق هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. وإن مما ينبغي علينا جميعًا أيها الإخوة أن نحرص على استشعار آداب البيت الحرام، وأنه وُضع للعبادة، فلا يُصرف في هذا الحرم شيءٌ إلا في عبادة الله وحده وتوحيده وعدم الإشراك به. ليس مكانًا للمهاترات، وليس مكانًا لأمور الدنيا، وإنما هو للعبادة. فينبغي أن نستشعر هذا الأمر. يُقالُ ذلك وبعض المسلمين هداهم الله قد يجهلُ بعض آداب الحرم الشريف. كذلكم ينبغي أن نحرِص على نعمة الأمن والأمان والاستقرار، وأن نتعاون مع رجال الأمن وفقهم الله والعاملون في الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي، الذين سُخِّروا لخدمتكم وراحتكم والقيام بأدائكم مناسككم بكل راحةٍ وأمنٍ واطمئنان. هذه الدولة المباركة شرَّفها الله بخدمة الحرمين الشريفين وخدمة قاصديهما، منظومة خدماتٍ متكاملة هُيئت لكم. فالله الله في التعاون وعدم التزاحم والصلاة في الممرات، وإنما عليكم بالتراحم والتعاون والتصافي، لأن هذا الشهر الكريم شهرٌ تتجسَّد فيه القيم والمعاني الإسلامية الراقية التي ينبغي أن يُمثِّل المسلمون من خلالها
الصورة المشرقة للإسلام والنموذج المشرف لأبناء هذه الأمة المحمدية على صاحبها أفضل الصلاة وأتم التسليم. كذلك الحرص على شغل الأوقات بالطاعة والصلاة، صلاة الفرائض وصلاة التراويح، وعدم إزعاج المصلين وعدم إيذائهم، فإن أذى المسلمين أمر خطير، والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. وإن بعض الناس هداهم الله قد يطلق لسانه ويده وشيئا من جوارحه في النيل من إخوانه المسلمين، فعلينا أن نتقي الله ونحن في هذا الشهر الكريم وفي بيت الله الحرام. كذلكم إن بعض المسلمين هداهم الله يشتغلون بالتصوير والهواتف المحمولة، ويشغلون أنفسهم ويشغلون غيرهم عن أداء العبادة في هذا الوقت العظيم وفي هذا الزمن الشريف وفي هذا المكان المعظم. وإن على المرأة المسلمة أن تتقي الله عز وجل وهي تأتي للحرم، فعليها بالحجاب والعفاف والحشمة والحياء والصلاة في المكان الذي خصص للأخوات الكريمات في أواخر المسجد الحرام. كذلك ينبغي أن نتعاون جميعاً في أن نفرغ صحن المطاف للطائفين. قال تعالى: وطهر بيتي للطائفين، فبدأ بالطائفين قبل القائمين والعاكفين والركع السجود. ولهذا فإن التوجيهات الكريمة أن يكون صحن المطاف مفرغ، أن يكون صحن المطاف مفرغا تماما للطائفين، فعلينا أن نتعاون في تحقيق ذلك، كما أن القبو يكون للمعتكفين. وأما المصلون ولله الحمد والمنة فالحرم واسع وأدواره، وتلك التوسعة السعودية الثالثة تفتح أبوابها للمصلين ومرتادي الحرمين الشريفين. فعلينا أن نتقي الله جميعاً وأن نحمده سبحانه على أن بلغنا شهر رمضان المبارك، والتهنئة مبذولة لكل المسلمين جميعاً. وعلينا أن نخرج من هذا الموسم بالمعاني السامية العظيمة، لعلنا أن نكون من العتقاء من النار في هذا الشهر الكريم. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم لما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا ممن يصوم هذا الشهر ويقومه إيماناً واحتساباً، وأن يعيده على أمة الإسلام بالخير واليمن والبركات، إنه جواد كريم. اللهم سلمنا لرمضان وسلمه لنا وتسلمه منا متقبلاً يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.